تحول مشروع خطوة للناشطة الموصلية تقى التي تبني تبنى فكرتها سعد البزاز إلى ورشة متكاملة لتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية للمتضررين من الحروب والألغام. واحتفت أوساط شعبية وطبية ورسمية في نينوى بافتتاح الورشة التي كانت فكرة تراود الموصلية تقى في مكان صغير محدود الموارد قبل أن يصبح مشروعا متكاملا لدعم فاقدي الأطراف وتشغيل المجتمع المحلي. المزيد في تقرير جمال البدراني. مشوار الأميل يبدأ بخطوة، هكذا تقول الشابة تقى من الموصل وهي تنفذ مشروعها وحلم حياتها، خطوة لتركيب الأطراف الصناعية والأخذ بيد وخطوات ذوي الاحتياجات الخاصة. خطوة تقى أخذت بيدها الشرقية لتحقق ذلك الحلم وتقف لجانبها. الحمد لله بفضل رب العالمين ثم بفضل قناة الشرقية اليوم تم افتتاح مركز خطوة للأطراف الصناعية والمساند التقويمية. كنت دائما أحلم أنه يصير عندي مركزي خاص حتى أخدم فئة الأشخاص اللي يحتاجون هذا المشروع من المتضررين من بالحرب واللي عندهم تشوهات خلقية. وتقف تقى بمشروعها خطوة إلى جانب من تعرضوا لويلات الحروب وبثرت أطرافهم، فضلا عن آخرين يعانون من تشوهات الولادة. وراجعتهم والحمد لله من راجعت استفاديت من هذا البرنامج، يعني كفرق عن باقي. أنا سويت أطراف قبل بس الحمد لله، يعني من سويت هاي الأطراف هاي السيليكون يعني لا الحمد لله ارتاحت بيها. وكانت الشرقية قد تبنت مشروع خطوة قبل أشهر حين كان ورشة صغيرة ولكن بأحلام كبيرة. يعني فعلا العراق يعني ينهض بوجود مركزكم. الله يبارك بكم ويقويكم ان شاء الله. يعني فعلا نموذج يعني يقتدى به الشباب كلهم. خطوة قصة نجاح من نوع خاص جاءت بها تقى لتكون خطوة من كانوا يحلمون بخطوات حرموا منها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم. من الموصل جمال البدراني، الشرقية نيوز. أحمل لك رسالة من الأستاذ سعد البزاز ويخاطبك يا تقى ويقول لك سيصلك دعم إضافي لتوسيع المشروع أكبر فأكبر. يعني الآن جاءتني يعني الرسالة. سعد البزاز يخجلني بكرمه وما أعرف إيش أقول. شكرا جزيلا أستاذ سعد، يدك البيضاء هي اللي وصلتنا لهون وأنا جدا ممتنة. يعني كلمات الشكر تعجز، أنا جدا ممتنة.